على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم. أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود انطلاق مشروع سياحي عالمي في السعودية تحت اسم مشروع البحر الأحمر، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. يستهدف هذا المشروع تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، والواقعة على بعد مسافات قليلة من المحميات الطبيعية في السعودية، وكذلك البراكين الخاملة في منطقة حرة الرهات، بجانب آثار مدائن صالح والتي تمتاز بأهميتها التاريخية الكبيرة. ومن المقرر أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، وبالإضافة لفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى لجلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى السعودية. يسعى هذا المشروع إلى إعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل، كما سيستقطب المشروع أهم الأسماء الرائدة عالميا في قطاعي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة. إذن عبد الحكيم ومشاهدين نشاهد معكم تقرير أعده فريق برنامج أخباركم حول من المعلومات وموقع المشروع الجديد، نشاهد. قبل 3000 سنة أطلق عليها الرومان اسم المدينة البيضاء، إنها جزر أملج الحوراء. تعود للواجهة من جديد بعد الإعلان عن مشروع البحر الأحمر الواعد، والذي سيتخذ من أكثر المواقع الطبيعية في العالم موقعا له. منطقة ساحرة بها أكثر من 100 من الجزر الخلابة، تعتبر من أهم وأجمل مناطق الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث يضم البحر الأحمر قرابة 270 نوعا من المرجان والأحياء المصاحبة لبيئة الشعاب المرجانية في منطقة المشروع التي تمتاز بتنوع وجمال يفوق الوصف. كما يوجد في البحر الأحمر قرابة 1300 نوع من الأسماك. تحتوي منطقة المشروع على تنوع أحيائي هائل، حيث يمتد المشروع بطول 200 كيلومتر لخط الشاطئ و 34,000 كيلومتر مربع. ويشكل التنوع الحيوي وتنوع البيئات البحرية بالمنطقة رافدا رئيسا في دعم السياحة البيئية. كذلك الشواطئ والجزر في منطقة المشروع فريدة من نوعها، وبجاذبيتها ستستقطب الجميع من الداخل والخارج. وصف المؤرخون قديما محافظة أملج بأنها ثاني أكبر مدينة تجارية بعد مكة المكرمة، وها هي اليوم تشهد تدشين مشروع سياحي عالمي ترتكز فيه على ما حباها الله من طبيعة خلابة وتنوع في التضاريس، ما بين شواطئ رملية بيضاء كجزيرة أم سحر وشاطئ جبل حسان، إضافة إلى جزيرتي جبل حسان وجبل لبنة ومناطق رملية وجبلية وصخرية. حظي واسم مشروع البحر الأحمر العالمي بالعديد من المشاركات. دعونا نستعرض شيء من التغريدات اللي جاءت حول هذا الموضوع. الحديث بشكل عام، عدد من المغردين كانوا يتحدثون عن أنها مشاريع تنتهي وأخرى تبدأ. هذا الدكتور مشعل يقول مشاريع تنتهي وأخرى تبدأ ما بين مطار جدة الحديث وقطار الحرمين وجزر البحر الأحمر، إنها القيادة السعودية عنوان الطموح. عبد الحكيم، في ذات الوسم، وهو وسم مشروع البحر الأحمر، كان في تفاعل صراحة كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي على ذات الوسم. دكتور خالد يقول: واصل يا بلد الخير والعطاء، عسى الله يتممها على خير ويطرح فيها البركة، اللهم آمين. أبو سلطان السلمان كان يعني يأمل في تغريدة في تطوير الوجهات السياحية الأخرى المحلية، فكان يقول: عسى في تطوير للمصايف الجنوبية الطائف والباحة وأبها، الأمل بالله ثم بالأمير محمد بن سلمان. عادل تويجر أيضا في ذات الوسم عبر في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر، يقول: سياحة سعودية وبرؤى عالمية، بنى أرضية جديدة واستثمارات ضخمة لمملكة العز والشرف. عبد الحكيم، هذا الوسم كان في الترند موجود وحافل أيضا بالمشاركات الكثيرة، ونحن أيضا هنا في برنامج أخباركم للمزيد من هذه المعلومات ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي الأستاذ محمد بن فهد العمران. حياك الله أستاذ فهد. حياكم الله، يا هلا محمد معك.
أستاذ محمد حياك الله. في البداية نرحب فيك، لكن مشروع البحر الأحمر هو أحد المشاريع الضخمة جدا في الوطن، إيش توقعاتك للعوائد الاقتصادية التي ستعود يعني على الوطن والمواطنين عقب انطلاق المشروع؟ بالتأكيد أن مشروع كبير، يعني له انعكاس كبير على اقتصاد الوطن، إن كان لجذب سياح جدد للمملكة يضخون أموال، وأيضا تخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. لا ننسى أن تمثل نقلة نوعية للسياحة في المملكة، لأن احنا قاعدين ننشئ مدينة متكاملة سياحية، طبعا مدينة خاصة بتكون لها قوانين خاصة، الهدف منها تحاول أنها ترتقي بالخدمات السياحية، وتحاول أنها تستغل الموارد الطبيعية اللي حب الله سبحانه وتعالى المملكة فيها، من خلال مثل ما تفضل تقريركم قبل شوي في الأخوان أن فعلا مناطق وشواطئ بكر لم تستغل اقتصاديا. لهذا السبب يعني تم اختيار هذا المكان. أعتقد في البداية يمكن نحاول نستهدف السياح اللي يبحثون عن مشتى دافئ بعيدا عن الدول الباردة أثناء فترة الشتاء مثل في أوروبا وأمريكا وغيرها، لأن أعتقد هذه حتكون فئة مستهدفة لجذبها للسياحة في هذه المناطق، خصوصا أن في فترة الشتاء تكون أجواء الشرق الأوسط تكون دافئة وتكون منطقة جذب لهم. إضافة طبعا الأهم من هذا هم الفئة المهتمين بالغوص، لأن هذه تعتبر يمكن من أول الشرائح المستهدفة لاكتشاف المنطقة، ومن ثم زرع الوعي بين بقية دول العالم عن هذه المنطقة الخلابة اللي معروف عنها أنها تعتبر أفضل المناطق حول العالم في الصخور المرجانية وفي مناطق الغوص والاستكشاف، وهذا ما يعزز يعني أهمية هذه المنطقة ونجاحها على المدى الطويل، خصوصا أنها أيضا بتكون قريبة من المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية وبعض البراكين الخاملة اللي أيضا ممكن تجذب السياح، ويحاولون يكتشفون مثلا مدينة مدائن صالح القريبة جدا من الموقع أو غيرها من المناطق الأثرية أو حتى المواقع المحميات الطبيعية. صحيح. اللي يبحثون طبعا هم يعني كسياح أجانب يبحثون عن الصحراء وعن الجمل وعن الكثير من الرموز اللي ما يشوفونها على الطبيعة. خصوصا أن منطقة الأملج والوجه بتكون أقرب لأوروبا وللولايات المتحدة مثلا من بعض المناطق الأخرى يعني اللي ممكن تنافس هذه المنطقة، وبالتالي الميزة المكانية هذه وقربها أكثر بالنسبة لأوروبا مثلا بالمقارنة مع مثلا جزر مالديف أو حتى جزر سيشل أو موريشيوس، لأنها بعيدة جدا عن دول أوروبا أو حتى الولايات المتحدة بالنسبة للاستقطاب، وبالتالي قد تكون يعني منافسة على المدى الطويل، يعني إذا متى ما تم وضع مشاريع راقية وفعلا تستهدف هذه الشريحة من واضح. الأستاذ محمد بن فهد العمران، أنت الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لمداخلتك والتعليق على هذا الخبر.